احنا ما زلنا بنتكلم عن الروح بتاعت الإغاثة ما بين البداية في 84 إلى منتصف التسعينيات. الروح دي كانت متمثلة في الشباب اللي هم كانوا معنا متطوعين أو عمال الإغاثة الإسلامية. واحد منهم كان الأستاذ زهور قريشي. زهور قريشي كان من أصل باكستاني وكان بيدرس في الجامعة، لسه بيدرس في الجامعة يعني في أوائل العشرينيات إلى آخره، وكان هو مسؤول عن يعني او دراع اليمين في الوقت ده، لانه ما كانش عندي اي ادراع الا هو. وكان هو طبعا نشيط جدا 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 وشخصيته مستقله وقويه، ومن النوع اللي هو ما بيقولش يعني تمام تمام تمام، لا بيناقش وبيبدي رايه دايما. كان هو مسؤول عن اول دوره اغاثيه احنا عملناها رياضيه، اول دوره رياضيه اغاثيه في عام 1989. ظهور كان من الشباب الصغيرين اللي هم كانوا في مجموعة الشباب المسلم اللي كانوا يعني شغلهم على مستوى الوطن البريطاني مميز جدا جدا في اتصالهم بالشباب وتفاعل الشباب معهم في المباريات كرة القدم، الأنشطة الرياضية أو الأنشطة الثقافية أو اللي هو ترتيب المخيمات الكشفية في الصيف من كل عام. في ليلة الدورة الرياضية دي كنا احنا مش عارفين نعمل ايه، فقلنا نجيب اكل للناس عشان الشباب اللي هيجوا يبيتوا عندنا عشان يلعبوا يوم 28-29 اكتوبر 1989. فجبنا بقى يعني عيش وزبدة وجبنا حاجات بسيطة. كان وظيفة زهور ان هو يستقبل هؤلاء الشباب في المركز الإسلامي في برمنغهام اللي سمح لنا أن الشباب كلهم يجوا يبيتوا في المركز ده. فزهور جزاه الله خير فضل طول الليل نايم جالس على كرسي عند بوابة المسجد بيقوم بدورين. الدور الأول أن هو بيحرس الدخول والخروج عشان محدش من الغرباء يخش في نفس الوقت، والدور الثاني كان بيقوم بيه اللي هو يستقبل الشباب اللي بيجوا دول. ولم ينم هذه الليلة إلى أن بدأت الدورة في صباح اليوم التالي، وكان مع الناس ينظم كل هذا الشيء. دهور فقط ما عملش كده في ليلة الدورة الألعاب الرياضية، لا أبدا. كان ده هو، ما كانش فيه حدود لساعات العمل، ما كانش فيه حدود للعمل نفسه. كنا كلنا مندفعين بروح عالية جدا 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 من أجل كلمة احنا كنا دايما بنقولها وشعار كان لنا في الوقت ده اللي هو ايه، penny a day keep the famine away، اللي هو ادفع قرش كل يوم تبعد الفقر والحاجة والعوز عن المحتاجين. كان ده هو الشعار بتاعنا في نفس الوقت. وكان لنا رؤية ان احنا جمعنا، كان تقريبا المسلمين ده مليار نسمة في الوقت ده، فلو احنا جمعنا من كل المسلمين في العالم قرش ساق كل يوم، قرش واحد كل يوم، هنستطيع ان في كل سنة نجمع 365 مليون جنيه. هذه هي الروح اللي كان بيمثلها ظهور، وكان بيمثلها فادي اسكندراني وفادي عتاني واسكندر علي وجنجير وأنور خان إلى آخره. الشباب هم وقود روح المجتمع، فاعتمدوا عليهم دائما بعد الله سبحانه وتعالى.